ضيفنا هلا مشاهدينا من اعرق الرسامين اللبنانيين، اسمه برز بلبنان والخارج، بلش بالرسم بعمر 3 سنين، مرق 83 سنه وبعده بعز عطائه. عم بقدم حاليا معرض بجاليري مارك هاشم بعنوان روتس او تريز او اشجار، وراح يخبرنا عن تفاصيل هالمعرض الفنان ميشيل حرموش. اهلا وسهلا فيك سيد حرموش. شرفنا باستوديوهاتنا. من اول ما خلقت انت رسام. كل عمري حب القلم وحب ارسم، ولكن اختبرت عده مجالات اخرى غير الرسم بسبب الظروف. اخذت شهاده البكالوريا كثير، كنت عمري 16 سنه. نعم. كان الحرب، مرحوم بي قال لي ما فيك تسافر على فرنسا تكفي دروسها، فبدك تدرس هون. درست حقوق، درست حقوق 3 سنين بس. نعم. شو كنت اعمل بالحقوق؟ كنت ترسم. ارسم الستات اللي كانوا معنا. ما فقد شيء ابدا بدماغي. يعني الرسم كان شغف لك من الطفوله. بحب الرسم، ولكن بسبب الظروف انفرض عليك يمكن اكثر من مجال واكثر من مهنه. وقتها جيت حتى اتخرج بالمدرسه بفرنسا وقلت لهم بدي اعمل موبيليا، اجى لي المدير قال لي عمل لي هيك، قال لي حرموش مزاد كريمينال. قلت له شو عملت؟ قال لي انت رسام شو راح تعمل بالموبيليا؟ قلت له عندي 3 عيال بدي عيشها، بدي عيشها من وراء رسمي. مش معقول. وهسا والدك سيد حرموش كان مهندس مدني، حليم حرموش اكبر. نعم. مقاول بهالبلد. صحيح. وشارك ببناء وتصميم المتحف الوطني، المبنى البرمانون البرلمان الاول. ايه، وشيخ بلدية كله هو، وبلدية بيروت كمان. انت كثير تاثرت فيه. لسوء الحظ وقتها مات، كنت انا كثير صغير بعدني، كان عمري 15 سنه. بس ذكره ما بنسى دقيقه. نعم. معي على كل دقيقه، شو بعمل بيكون معي هو. بيزني. كيف انتقلت للهندسه الداخليه؟ هيدا كان حل وسط اذا بدك بين مهنه محترفه والرسم لإلك؟ لا مش حل وسط، انا عملت الكارد الهندسي. نعم. كل هالايام سخنت كثير، ما حدا قال رح يقوم. سلامت قلبك. وقتها صحي قلت له لابني حليم هرموش كفي. نعم. وانا رح برجع على الرسم. هيدي بال 2004، بس من 1946 لل 2004 شو صار؟ كل ما اعمل بروجي ديكور كل. نعم. اعطيهم رسمات يبرزوها. نعم. ايه، انه معناته الرسم على طول معي. توجهت على باريس وعشت فتره طويله هونيك. هونيك درست الهندسه. باريس شي 15 سنه. درست الهندسه الداخليه هونيك وتزوجت. درست هونيك وتجوزت هونيك وجالي اول صبي هونيك والبنت اجت. نعم. ليش ما رجعت للفن للرسم بوقتها؟ ليش ركزت على الهندسه الداخليه علما انه رجعت على لبنان وبنيت اسم كثير كبير لإلك؟ وقت رجعنا على بيروت شفت انه الحاله كثير تعبانه، ما حدا بيعرف يرسم كهربائي. صحيح. اشتغلنا بهالكار وطلعنا فلوس، كانت وقتها بعد اسم. بعدين سخنت، قلت مثل ما خبرتك. نعم. ورجعت للي بحبه. اليوم ما بدي حدا، انا برسم لانه بحب الرسم. ولكن بالهندسه الداخليه سيد حرموش اسمك كان من اهم الاسماء. هيك بيقولوا الكليونتال عندك، يعني اسماء بيحلموا فيها اللي بهالمجال. عملت لكم انا كثير اشياء حلوه بهالبلد. عم نحكي ملك فيصل من السعوديه، الملك حسين من الاردن، كويت ايرويز، كمان بلندن. مزبوط. وبباريس عملت عده اعمال بعدها موجوده. عملت لهم الطيارات تبع البريتش ايرويز. نعم. وتبع تبع الكويت ايرويز. نعم. بوينغ فليت. وطلبوا مني هدوليك لانه عملته بثلاث ايام خلصت الطياره. نعم. عملوا لي هيدا كونتراكت، ساين يور كونتراكت اند ستي وذ اس. قلت له انا دام قاعد بسياتل لا. نعم. بدي اروح على الشمس، بدي ارجع على بلادي. خليه، قال لي هيدا اتس اوبن فور يو اني تايم. نعم. ما عدت رجعت. بالرغم من كل نجاحك بمجال الهندسه الداخليه، شغفك للفن والرسم ما انتهى. مثل ما قلت مردت فتره، وبال 2004 سلمت هالمهنه وكل شيء بنيت فيها لابنك حليم. مزبوط. وانت رجعت لحبك الاول اللي هو الرسم. هيدا هو. غير جاكلين اللي عم تحضرنا هلا. هي عم تتفرج علينا. وجه لها تحيه. ونحن كده بزيت المهنه، هي انا وياها درسنا سوا. نعم. هي كمان فنانه. هي فرنسويه. نعم. ومهندس. من 2004 لليوم صرت مقدم ومشارك بعدة معارض. نعم. آخر معرض لك هو عم بينعرض حاليا بجاليري مارك هاشم. مزبوط. اسمه روتس أو تريز، خبرنا عنه شوي. هاي تعليك شغلي، أنا بشوف العمل تبع السجرة، الشلوش تبع السجرة، كلنا جايين من الأرض. نعم. بتوحيلي كلنا جذورنا بالأرض. مزبوط. وأنا كل عمري بحب الزريعة وكل عمري بحب الشتل وإيدي خضراء.
بصنع شغلي بتعيش. بتشتغل بالشتول والأرض؟ إيه هلا عندي بفقرة أنا أرض طويلة. نعم. لازم تتشرفينا تتفرجي عليها حلوة كتير. بتأمل. سيد حرموش بعرف إنه جزء كبير من أعمالك بهالمعرض استوحيت منه من المنظر الرائع اللي عندك إياه ببيتك بفقرة، صحيح هالشيء؟ صحيح. صحيح، لأنه شوفي العين بتنقل. مزبوط؟ وقت بتشوفي شيء بتشوف شيء بشع أنا بجرب ما أطلع فيه. هالقد؟ هالقد بتتأثر بالأشياء اللي بتشوفها؟ أنا كثير سنسيتيف. أنا مثل 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 الشجرة، بتسقيها مي بتعطيك زهور. نعم. يعني هل الأعمال اللي بتقدمها أو الرسمات اللي بتعملها نعم. بتعكس الأشياء اللي بتشوفها أنت بالحياة؟ عشان هيك بتختار بس تشوف الأشياء الحلوة؟ شو مثل ما أنا بشوفها، إيه؟ مزبوط. وكثير أوقات بعمل أشياء بقول بعدين كيف عملتها؟ أنا ما بعرف. بحسك انت شخص كتير تتفائل بالحياة، لذلك دائما بتجمل او بتحلل الامور اللي بتنقلها على اللوحة، صحيح؟ اذا قمتي على بكره وقلتي نهاركم سعيد وابتسمتي احسن ما تقومي وتعملي وتعملي بوجهه. هذا كان موضوعنا اليوم بافتتاح الحلقة، التفاؤل او التشاؤم بما انه نهار الاربعاء، ولكن نحن اخترنا اكيد انه نتفائل، دائما نتفائل اكثر لما بكون عندنا ضيوف مثلك سيد وانا معي. كم لوحة رح نشوف بهالمعرض؟ في 40 وحدة. في لوحات 3 متر ونص وفي لوحات متر من جميعه. نعم. راح نشوف بعض الصور على الشاشه. في 40 لوحه، هلا الاحجام بتختلف، كلها احجامها كبيره بين المتر و3 متر. انا شوف انا بكون مبسوط، ما بحب صغير، بدي بحب ايدي تكون مرتاحه، بحب الكبير. هون عم نشوف سيد حرموش. ايه هيدي فيها بس هيدي قديمة هاي. وهيدي هيدي شفتي السجاد؟ سيد ميشيل كلها أعمال جديدة؟ نعم. كلها أعمال جديدة لهالمعرض أو في منها قديمة؟ هيدي عم بتشوفون منهم جديد. نعم. هذول الجديد أكبر أقوى كثير منها. أنا بعرف بأول معرض قدمته بال 2004 كل أعمالك انباعت بنفس الليلة. صحيح. هالقد كان في شغف على عملك. صحيح، اليوم أصعب لأنه الفلوس قلت. صح، ولكن مستوى اللي عم بتقدمه بعده هو زيته. حلو. شو بتسجل يا حبيبي بتسجل. شو علاقتك بالطبيعة؟ ليش هالحب للطبيعة؟ لانه خلقت كان المكلس لمرحوم بي. نعم. كان نطلع على الضيعه يعني على المكلس مضي ويكند انا وافرح مع الفلاحين اكل فول وبازيلا نقي واكل غير ايام اليوم. اليوم خلص كله بيته، وين الزريعه؟ وين الخضار؟ نعم. ما خلوا شيء. أعمالك انعرضت مش بس بلبنان إنما كمان بدول الخارج، وخبرتني إنه حتى وصلت للصين. أيوة بهونغ كونغ. شاركت بمعرض بهونغ كونغ. إيه بهونغ كونغ. كان معرض غريب شوي لأنه هن غير بيشوفوا غير ما بنشوف نحن. بس يعني it was successful ماشي الحال. أعمالك بتعكس الطبيعة بلبنان، يعني لما بتقدم أعمالك خارج لبنان بتكون عم بتفرجي الصورة اللي أنت بتحب تفرجيها للبنان. لا هاللي بشوفه أنا بعيني يمكن مش ما بتشوفوه أنتو. نعم. طبعا أنا هاللي بيجيني كيف الفيلينج هاللي بجرب حطه على الشاشة على الورقة. بتقول سيد حرموش انه انت بتحب الطبيعه لانه الطبيعه ما فيها كذب وما فيها غش. وانا ما بعرف اكذب. انا ما بعرف اكذب، اوقات بسكت لانه ما بقدر احكي. بس ما بحب الكذب. راح تكمل مع الطبيعه برسماتك او حابب تنتقل لشيء بما انه هلا عندك هالخلفيه بالهندسه الداخليه بالابنيه؟ شو رح يصير؟ انا هلا اليوم المعرض ماشي، صرت عامل 4 لوحات بالبيت وحده قاعد انا، بقوم على بكره. نعم. مرتاح ببيتي واتوليه تبعي كبير برسم على رواق. بقوم ساعة 4. هل في وقت معين؟ هل في وقت معين لك للرسم؟ هل لازم يكون في مزاج معين؟ انا ارسم قبل ما يوعوا، قبل ما يقع حدا بالبيت. بقعد بالاتوليه تبعي برسم من الاربعة للسبعة. بفوت بنام من السبعة للتسعة بيكونوا هن وعيوا.
بما انه زوجتك جاكلين هي كمان فنانه بتتاثر فيها، بتاخذ برايها، بتعمل بعض التعديلات بدون ما بدنا ما في حكي عنا، نطلع ببعضنا بنفهم شو بدنا نقول. مش بس ذكيه، كانت اساس النجاح بهالبلد هي. حلو كثير، حلو هالتقدير. حلو الحياه مع شخص بيشاركك شغفك لعملك؟ ما فهمت شو قلتي لي. حلو الحياه مع زوجتك اللي بتشاركك هالشغف والحب للفن؟ ماله. قد ايه بتاخذ وقت تقريبا كله؟ ما في وقت، اوقات تاخذ جمعه، اوقات تاخذ خمس دقائق حسب ما بتيجي الاريحه. اوقات تابلو بدي تخلصوا بنهار، اوقات تابلو بدي معي شهر. بتسمي كل عمل؟ بتحط عليه اسم؟ ايه دائما وبيحيلي شيء، واوقات اذا ضم بالبيت برجع برسمه، مشان هيك بقول له خذوه بكير لانه بيتغير بكره. معقول يتغير؟ بما انه عشت بعده دول حول العالم وبرمت دول كثيره كمان بالعالم، حبيت تجسد كمان طبيعه هالدول باعمالك؟ ما افتكرت فيهم لقلي بكل صراحه. انا مبسوط بين بيروت وفقره واصحابي هون وشو بدي اعمل تاعمل بحالي بعمري بشوف الختياريه بخاف عم بيقصوا. انت بعدك شاب، اسم الله عليك، اسم الله عليك. انا بعدني هون، رح تكمل بهالمجال لسيد حرب، رح نشوف اعمال جديده لإلك، ونحن بنتمنى نشوف اعمالك الجديده، وناطرين اشياء كثير حلوه منك. المعرض مستمر لايمتى؟ ل 27 الشهر. ل 27 الشهر بجالوري مارك هاشم. نعم. شكرا لوجودك معنا. انا بحب كثير تروحي تشوفيه المعرض لانه حلو. بتامل، بتشرف اني اشوفه. شكرا. قريبا. تحياتنا لزوجتك جاكلين. ميرسي. وقفه قصيره مشاهدينا وبنرجع نتابع حلقتنا.